والله يرحم علاء. مساء الخير. بونسوار. من عزيزك. بونسوار. من عزيزك ومن عزي كل لبنان. لارا. أنا كمان بعزيكم، بعزي كل الشعب اللبناني بعلاء. كثرة الروايات، شو صار على المظبوط ليلة الثلاثة وليش نزلتوا كعيلة على الشارع بعد كلمة الرئيس؟ نحن كل الوقت الثورة من أول يوم لنهار الثلاثة نحن على أرض الثورة بكل ساحة لبنان ما عدا طرابلس، لأنه ما كنت أقدر نوصل على طرابلس. وأنا لما قررت أنا وعلاء، الشهيد علاء حبيب قلبي، إنه ننزل، كمشت إيدي بإيده وقلت له أنا وياك سوا نزلين ومنطلع سوا. انهار الثلاثة من ورا خطاب رئيس جمهورية لبنان، ما بدي أقول شي، مش قدراني أوصفه حقا. قولوا بالعالم حقا الشعب اللبناني فور له دمه، ومن الفوران الدم اللي هو الشهيد علاء أبو فخر. أنا قاعدة ببيتي، قال لي قومي البسي بدنا ننزل على الطريق، وبدي الثورة تصير أكبر ثورة بالعالم. لبست ثيابي ونزلنا على الطريق، وصلنا على جسر خلدي، خدتوا الأولاد معكم؟ وقفنا على الطريق، قدموا سكروا الشباب الثوار الأبطال الطريق. لما بعد شوي بيمرق جيب فضي، في شخصين محترمين جدا، أكيد عكس المحترمين، بس ما بدي أكبر كلام لأنه مش من شيمنا نكبر كلام بذيء. مرق، سمعت صوت صرخة، أنا طلع هو جوزي، ابني واقف على جنب الطريق وهو مثل النار طاير. قال له شوي 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 شوي، ليش مسرع؟ قال له لا بدي اسرع. قال له شبيك يا سوري، بدي احكيها. شبيك يا خارة؟ قال له نزل من السيارة. قال له مين الخارة؟ قال له ايه شبيك، انا عم بقول لك جوزي. قال له انا عم بقول لك شبيك، ماشي هيك في ولاد. شال لي كلاشن وخرطشه وقوس بالعالي ضربين. هجمت انا، قلت له لا لا لا، رجع شال لي كلاشن، قلت له انا قوسني انا قوسني. دفشني جوزي وطلع الضرب بجوزي، يعني لو قاصد يقوس بس بالهوا ما كان نزل وقتله. فاتت برقبته براسه، حاولت سكر له دمه، حاولت سكر له الجرح، بس ما قدرت اعمل له شيء لعلاء. وابنه 12 سنة عمره، صفى دمه عقلبه لعمر، وعقلب مرته اللي احترق، وعحضن مرته دمه صفى على الارض، دمه صفى على الارض من ورا ولاد الحرام، من ورا ولاد الحرام، من ورا ولاد الحرام. يتمولي ولادي، يتمولي ولادي. وعمر هالمشهد ما رح ينسى بحياته، ما رح ينسى بحياته لو بعد 100 سنة، ما رح ينسى. وأنا تحية لكل الثوار، لكل ثوار لبنان، تحية كبيرة من قلبي، من قلب الشهيد علاء أبو فخر. هاي تحية من قلبي، من صميم قلبي، ونحن معكم ومنضلنا معكم. وهو كان يوصيني وعطي ترك الساحة، يا لارا لو أنا استشهدت يا حبيبة قلبي، شو بدي أقول لك؟ قلبي محروق، قلبي محروق، يتمولي ولادي. بس أنا مع الثورة، والله يحميكم جميعا. هيدي الصورة لارا اللي عم تحكي عنها، بس بدي أقول لك والله إنه لبنان كله ما رح ينسى هيدي الصورة، كلنا ما رح ننسى هيدي الصورة. حرقة القلب اليوم، كل لبنان امبارح انحرق قلبه وانكتب اسمه لعلاء
بكل الساحات اللبنانية بشموع وبدموع اللبنانية. مكملة بالثورة؟ لأي متى؟ أكيد أكيد، أنا بس لأرتاح شوي من وجع الألم. أكيد هالوجع ما بده يروح، بس أنا نازلة بس لأرتاح شوي، نازلة أنا وولادي، مش بس أنا، أنا وعمري وأديب وغنى أبو فخر، ولادي الشهيد لا أبو فخر. أي متى رح نسمعك عم بتقولي تحققت العدالة؟ وأكيد دم علاء ما رح قريبا حدا. بإذن الله قريبا، وإذا ما تحققت بدها تتحقق غصبا عن راس، أكبر راس بلبنان بدها تتحقق بإذن الله، بإذن الله بدها تتحقق. إذا هن ما بدهم ياخذوا له حقه لعلاء، الصوار بده ياخذوا له حقه لعلاء، وأنا مرت علاء بدي أخذ له حقه بإيدي، وعمر بده ياخذ له حقهم، حق دميت بيو بده ياخذهم عمر. شو بتطالب الدولة؟ طالب يكون عندهم ضمير، يكون عندهم ضمير ووجدان، يكون عندهم ضمير ووجدان، يطلعوا بهالطفل اللي دمه صفى دم بيه صفى على حضنه، بس يطلعوا بعيونه بصرخته يا بيي يا بيي يا بيي بدي اقتله اللي قتلك، بس يطلعوا فيه وما بدي اكثر من هيك. حدا حكى؟ شو بتقولي للشخص اللي قوس علاء؟ أنا ما بدي أقول شيء إلا الله لا يسامحك، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله بابنك يصير فيه هيك مثل ما صار بجوزي. أنا بحياتي ما دعيت على حدا بحياتي، بس لأنه قتل لي جوزي قدام عيوني مضطرة أدعي عليه، قتل لي روح قلبي، قتل لي بطل الأبطال، قتل لي علاء أبو فخر، شهيد لبنان، شهيد لبنان، شهيد الوطن. فعلا علاء هو بطل وهو شهيد لبنان. بشكرك على شجاعتك لارا، أنت اليوم رمز